السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمار والغزالة قراو في الابتدائي ومن بعد تفارقوا. دازت ليام واحد دارو ما يتلاقاو. سول الحمار الغزالة قال له شنو كديري في خدمتك دابا؟ قلت له انا راني خدامه مانكان في شركه اكبيل ديال الملابس. وقلت له انت اش كدير؟ هو بدا كيتمتم قال له انا قال له انا كنخدم بيلوت في شركه جابيل ديال العبار. هذا واحد اليهودي باع واحد البير لواحد المغربي. ايوا النهار الثاني جاي المغربي باش يسقي من البير، هو يتعرض له اليهودي قال له شوف راني بعتلك البير وما بعتلكش المال اللي فيه. المغربي تا هو مريقل جا عندو قال له راني جاي لداكشي اللي داكشي علاش جايت هنا عندك؟ قال له راه بعتي ليا البير ونسيتي الما فيه. قال له دابا جوج من الحوايج، يا تحيد الما اللي فيه يا تخلص ليا الكرا ديال البير. كيقولوا بان داك اليهودي سلم. هذا واحد جالس مع خطيبته وهي تسول، قالت له شوف من بعد الزواج نبغيك تحيد الكار. قال له حاضر حبيبة. ونبغيك تحيد الشراب. قال له حاضر حبيبة. ونبغيك تحيد القصائر والسهرات ديال نصاص الليل. قال له حاضر حبيبة. وهي تسولو قالت له وانت شنو تبغيني نحيد بعد الزواج؟ قال لها نبغيك تحيدي فكرة الزواج من دماغك. قال لك هذا واحد صون على صاحبه قال له الو. قال له اشتك ما جاوبتينش على الميساج ديال البارح. قال له شنو الميساج؟ قال له اللي صيفطتك البارح بالليل. قال له واش هذاك اللي فيه سلفني 200 درهم؟ قال له اه. قال له ما وصلنيش. الصحبة الا الفلوس، الفلوس حبس. قال لك هذا واحد عرض على واحد صاحبه وبدا كيوريه الطريق من غادي يدوز باش يوصل للدار. قال له كتعرف عمارات النخيل؟ قال له ايه. قال له المهم غادي تمشي عمارات النخيل، غادي تحل باب بركبتك وغادي تطلع. وقال له الطابق الثاني رقم الدار 15. وقال له غادي تدق عاوتاني بركبتك. وقال له ايوا حناش غنحل بركبتي وغادي ندق بركبتي. قال له علاش انت ما ناويش تجيب معاك شي حاجه في يديك؟ ايوا دابا راكم عارفين مع العيالات فيهم الفحالة على بعضياتهم. هادو واحد ثلاثة ديال العيالات جالسين كيتهاضرو
وحده كتفوح على وحده، وحده قالت لهم، قالت لهم انا راجلي غادي يشري المعارف في كازا كامله، والثانيه وهي تقول لهم انا راجلي راه غيشري باريس كامله. ونقزات الثالثه تاهي طولاطيه، قالت لهم شكون قال لكم انا راجلي باغي يبيع؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.